في شمال غرب المملكة تقع مدينة العلا، واللي تمتد إلى عصور الحضارات القديمة اللي سكنت في شبه الجزيرة العربية، وانعكست عراقة هذه المنطقة وجعلت لها طابع تاريخي سياحي يحكي العمق التاريخي الممتد إلى آلاف السنين. هناك حيث التشكيلات الصخرية الطبيعية الساحرة والإمكانيات الزراعية اللي تحظى بها المنطقة واللي عززت مكانتها وجعلتها إحدى محاور رؤية المملكة 2030 حتى تواكب التطور السريع اللي تعيشه المملكة. وفي العلا راح نقابل الباحث والمرشد والمهتم لنتعرف أكثر على أنماط الحضارات المتعاقبة في مدينة العلا، حاضرة الأرض والأثر. تعالوا معنا ننطلق في رحلة ثقافية عبر ناس لوجيا لنتأمل سوياً التنوع في المشهد الثقافي على أرض مملكتنا الحبيبة وروابط أصولنا الممتد لعصور سابقة. عرفت مدينة العلا بعاصمة الآثار وبلد الحضارات لاحتضانها إرث تاريخي عظيم وطبيعة ساحرة، حيث تضم أهم المواقع الثقافية والحضارية عبر تاريخ المملكة. وقد احتوت العلا على العديد من الآثار القديمة فضلاً عن طبيعتها الجبلية الرائعة وكثبانها الرملية الناعمة وغطائها النباتي المتميز اللي أعطاها مناخ معتدل في أغلب فصول السنة. فكيف جمعت العلا ما بين التنوع الطبيعي والحضاري؟ تأتي أهمية العلا تاريخياً من كونها تقع على واحداً من أهم الطرق التجارية البرية القديمة والتي يعود تاريخها إلى فترة الألف الأول قبل الميلاد تحديداً، وكذلك على طرق الحج التي نشأت في الفترة الإسلامية. وقبل ذلك تأتي أهمية العلا مما حباها الله من موارد طبيعية استخدمها الإنسان في الفترات الموغلة في القدم لقضاء حوائجه اليومية. فأهم الموارد الطبيعية هي وفرة المياه العذبة، أيضاً التربة الخصبة، وهذين السببين كافيان يجعل من العلا للإنسان مكاناً مفضلاً للاستيطان والإقامة في تلك الفترات. العلا حقيقة يعني أهميتها كبيرة جداً، بحيث أنها جزء من وطننا الغالي. تقع العلا في شمال غرب المملكة العربية السعودية، تعتبر ثاني أكبر مدينة من حيث المساحة في المنطقة بعد مدينة ينبع. عدد سكان العلا تقريباً قرابة 50,000 نسمة، مساحتها 22,000 كيلومتر مربع تقريباً. العلا تقع في وادي من أشهر أودية الجزيرة العربية، هذا وادي يشتهر بوفرة وعذوبة المياه فيه وخصوبة أرضه، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي المهم حيث يقع في مفترق طرق وملتقى حضارات، كان يربط في قوافل التجارة بين جنوب الجزيرة العربية وبلاد الشام ومصر والعراق والهند. تاريخ العلا يعود لفترة أقدم من كونه ملتقى فقط للحضارات، فتاريخ العلا يعود إلى فترات العصور الحجرية القديمة والتي بدأ الإنسان فيها بالإقامة الدائمة تتبعا للموارد الطبيعية كالمياه والتربة الخصبة، وأيضا يبحث عن الصيد في تلك الفترة والأماكن التي يمكن له أن يؤمن نفسه فيها من المخاطر التي حوله. ومن ثم أصبحت العلا ملتقى للحضارات حقيقة في فترة الألف الأول قبل الميلاد، وهي الفترة التي يمكن لنا أن نطلق عليها نشأة الممالك والحضارات في تلك الفترة، وذلك بعد استناس الجمل وبعد ظهور الطريق التجاري البري القادم من جنوب الجزيرة العربية إلى الحضارات الواقعة إلى الشمال والشمال الشرقي والشمال الغربي كمصر وبلاد الرافدين وبلاد الشام. أيضا قوافل الحج التي جعلت العلا محطة رئيسية للوقوف في مدينة العلا للتزود بالمياه الوفيرة والغنية فيها، والتعامل مع أهالي العلا وإيداع الأمانات لديهم، أيضا تزود بالأطعمة إن وجدت في مدينة العلا.
هذه الأهمية وهذا الموقع وهذا الكلام اللي ذكرناه في العلا جعلها مطمع للعديد من الحضارات على مر التاريخ وآلاف السنين. ربما العلا عرفت في تاريخها مسميات عدة، أولها ربما في فترة الألف الأول قبل الميلاد اسم ددن سيطر على العلا في تلك الفترة، وفي الفترة الإسلامية وفي بدايات الفترة الإسلامية عرفت العلا باسم وادي القرى، ومن ثم في حدود القرن الثاني عشر الميلادي ربما تحول أو اندثر هذا الاسم وعرفت العلا باسم العلا الذي نعرفه الآن. طبعا المنطقة هي مسمياتها وادي القرى، هو الوادي هذا الكبير وادي القرى، وهي عدة قرى موجودة في هذا الوادي فسمي بوادي القرى، أطلقت عليها عدة مسميات أو بعض القرى أطلقت عليها العديد من المسميات مثل مدينة دادان أو مملكة دادان، طبعا الاسم الشهير وادي القرى مملكة دادان أطلق عليها، ازدهرت في فترة من الفترات مدينة قرح اللي هي في جنوب العلا، ازدهرت في فترات أيضا أطلق عليه في بعض المناطق شعب النعام، هذه مسميات عديدة أطلقت على مر التاريخ في مدينة العلا. وجد في العلا آثار ناتجة عن تعاقب الحضارات فيها، حيث تتواجد بها أماكن تسلب الألباب، وتميزت بكونها مركز لأول الممالك على الجزيرة العربية منذ الألفية الأولى قبل الميلاد، من ثم تعاقب الممالك بعد ذلك ووضع بصمتهم في مدينة العلا. ومن دلالات تلك الممالك هي الآثار اللي تركت وجعلت للمنطقة أهمية تاريخية تحكي عن بعض تلك الحضارات اللي عاشت هناك. دادان ولحيان هما من الممالك العربية القديمة التي نشأت في العلا أو نشأت من العلا تحديداً، ولم تقدم إلى العلا من مكان آخر كبعض الممالك الأخرى. نشأت في فترة الألف الأول قبل الميلاد، المملكة الأولى هي مملكة دادان والتي نشأت ربما في حدود القرن العاشر قبل الميلاد، أي قرابة قبل حوالي 3000 سنة من وقتنا الحالي. مملكة دادان ربما أنها هي من أقدم الممالك العربية التي نشأت في الجزيرة العربية، ربما أنها كذلك توازي مملكة سبا بالقدم، ودلالتنا على هذا الكلام هو أحد النقوش الأرامية التي تم الكشف عنها في هذا الموقع الذي نتواجد فيه الآن، موقع دادان، نقش باللغة الأرامية المبكرة والذي يمكن يؤرخ إلى حدود الألف أو بدايات الألف الأول قبل الميلاد، والذي يذكر مملكة دادان مقرونة بمملكة سبا. الحضارة الدادانية واللحيانية في الألف الأول قبل الميلاد، ثم الحضارة النبطية التي استوطنت في منطقة الحجر، أيضا الحضارات ما قبل الإسلام والحضارة الإسلامية والعصر الإسلامي المبكر والعصر الإسلامي المتأخر، هذه الحضارات العديدة كلها وضعت بصمة في مدينة العلا وجعلت لها آثار، جعلت لها قيمة يتم اكتشافها الآن. الإنسان الذي عاش في هذا المكان قديماً وتحديداً في فترة الألف الأول قبل الميلاد، وأقصد تحديداً الإنسان الداداني واللحياني، ومن ثم قدوم الأنباط لهذا المكان، ومن ثم قدوم بداية الفترة الإسلامية، الإنسان الذي عاش هنا كان على درجة عالية من الرقي والانفتاح والتعايش مع الآخرين، بحكم أنها ملتقى ثقافات وملتقى حضارات من آلاف السنين، ففيها العديد من المواقع الأثرية والتاريخية والتراثية التي تشتهر فيها العلا، لعل نذكر بعض منها وأهمها منطقة الحجر والحضارة النبطية واستقرار الأنباط في وادي القرى وفي الحجر في المنطقة، لعل جعلها من أشهر المواقع، ويعتبر الحجر أول موقع سعودي يسجل في منظمة اليونسكو في عام 2008. أيضا مدينة دادان أو مدينة مملكة دادان، الحضارة الدادانية واللحيانية التي امتدت من الألف الأول تقريبا في فترة الألف الأول قبل الميلاد، حضارة عريقة جدا. جبل عكمة، هذا نسميها المكتبة المفتوحة، العديد من الكتابات والنقوش دونت في موقع واحد في جبل، تدل على ثقافة العرب قديما وتدوين حضاراتهم وكتاباتهم. لكل منطقة ميزة تنفرد بها عن غيرها، وميزة العلا هو ازدهار الزراعة فيها، ولكن هذا ليس كل شيء، فطبيعة التواجد الإنساني من فترة إلى فترة أكسب مدينة العلا الأهمية التاريخية والأثرية اللي تركتها تلك الحضارات، وجعلت من العلا كتاب تاريخي يحكي بعضاً من التفاصيل عن تلك الشعوب، وجعلت من المدينة مزار ممتع للحضارات. ربما أن أهم أثر صنعته هذه الحضارات القديمة التي سكنت واستوطنت في العلا، وتحديداً ربما في فترة الألف الأول قبل الميلاد، أنها جعلت من العلا مكاناً استثنائياً
مكانة استثنائيا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. العلا في تلك الفترة وكما ذكرت سابقا كانت مكانا للتعايش، مكانا للانفتاح. ربما ذكرت المثال أن المعينين قدموا إلى هذا المكان واستوطنوا، ولكن ليس هذا هو دليلنا الوحيد فقط على الانفتاح الذي عاشه الإنسان الداداني واللحياني. العلا والشاهد لها والدارس لها يرى أو يمكن له أن يرى أكثر من 9 أنواع من الخطوط واللغات التي استخدمت في كتابة نقوشها في الفترات القديمة وفترة الألف الأول قبل الميلاد. استخدمت اللغة الأرامية والخط الداداني والخط الثمودي والخط النبطي واليوناني والروماني والخط الإسلامي المبكر والعربي المبكر عفواً وغيرها من أنواع الخطوط. كثافة هذه الكتابات واستخدام الكتابات واللغات تدل دلالة واضحة جدا على مدى الانفتاح والتعايش، على أن هذا المكان كان حقيقة ملتقى ربما للحوار، ملتقى للحضارات القديمة في تلك الفترة. هذا التاريخ المغل في القدم في العلا ربما أنه أكسبها ميزة لا تتواجد عند غيرها من الأماكن في العالم، فالتاريخ الطويل، التواجد الإنساني أو طبيعة التواجد الإنساني مختلفة من فترة إلى فترة. هذا سمح لنا بمواصلة الأعمال الأثرية لكشف الأثار في العلا، سمح لنا أيضا بكثافة الأعمال الميدانية والتي تحديدا بعد نشأة الهيئة الملكية لمحافظة العلا تبنت هذا كهدف استراتيجي لها، ومواصلة الكشف عن هذه الأعمال، مواصلة الحفاظ والترميم على ما يتم الكشف عنه من أثار في هذا المكان، بغية الحفاظ عليها للأجيال القادمة وبغية الحفاظ عليها لمشاركتها مع العالم أجمع. المقومات تتكامل في العلا، فالتاريخ المغل في القدم، الإبداع الذي صنعه الإنسان وأسميه الفنان الذي عاش في هذا المكان منذ فترات مغلة في القدم، الموارد الطبيعية التي حب الله العلا بها من موارد سواء وفرة المياه أو التربة القابلة للاستزراع، التربة الخصبة، أيضا ما حباها الله من مميزات طبيعية كالجمال المنظر الطبيعي، وربما يتضح لكل زائر العلا جمال الطبيعة في العلا، تداخل الجبال مع الرمال، التشكيلات الطبيعية التي لم يتدخل في بعضها الإنسان، على سبيل المثال جبل الفيل والمسمى بجبل الفيل، هذا جبل طبيعي لم يتدخل به فيه الإنسان. كل هذه المكونات تتكامل مع بعض، ومن هنا تأتي أهمية رؤية العلا والتي هي مستمدة من رؤية المملكة 2030. نظراً لطبيعة المنطقة والأثار التاريخية والتكوينات الصخرية الطبيعية بأشكالها الهندسية البديعة، حظيت مدينة العلا بمكانة سياحية عالية، فأصبحت مقصداً للسياح من جميع مدن العالم، مما رسخ أهميتها في رؤية المملكة 2030، وجعل التركيز على الجانب السياحي فيها لتأسيس حركة سياحية خاصة بها. بدايتنا في مجال السياحة والإرشاد السياحي للأمانة كان أغلب الزوار اللي يجوا من العلا أغلبهم يكونوا أجانب موجودين في السعودية، مقيمين في السعودية، سواء يعملوا في شركات أو يعملوا في دوائر خاصة فيهم، بالإضافة إلى السياحة السعوديين والمواطنين. للأمانة نشاهد سياح من كل أنحاء العالم، من مختلف الجنسيات، من مختلف الأشكال. للأمانة يعني ما نقدر نتكلم عن جهة محددة، ولكن السياح بشكل كبير يجوا من مختلف الأماكن. طبعا التراث والمواقع التراثية والتاريخية موجودة في العلا، فلا السائح لابد لا وصل العلا لازم يكون له زيارة للمواقع هذه، لأنها ما تكلف الكثير، يعني تذاكر بمبالغ رمزية، أيضا مواقعها قريبة من بعض ما تحتاج مسافات، بالإضافة إلى السياحة الريفية الموجودة في العلا الطبيعية خصوصا في فترة الشتاء. السائح يستطيع أنه يجرب اللي هو يحتاجه، ولكن أشهرها هي السياحة التراثية. في تنقل بين المواقع طبعا عن طريق المواصلات الخاصة، ولكن في داخل المواقع يكون التنقل عن طريق سيارات مخصصة في نفس المواقع، في منها السيارات الكلاسيكية موجودة في بعض المواقع التاريخية، بالإضافة إلى البدء في عمل التنقل عن طريق العربات الذكية ذاتية التشغيل، بحيث أن السائح يتنقل من مكان المواقف إلى مقر الفعالية ومقر الموقع إلى الداخل عن طريق هذه العربة الذاتية، وخلال العربة هذه يكون يتعرف على عرض داخل العربة، يكون فيه عرض
عن المدينة وعن المنطقة اللي هو الموقع اللي هو بيزوره. وكون العلا تميزت بأرضها الخصبة ووفرة مياهها، فكان للزراعة أهمية كبيرة في حياة أبناء المنطقة. لذلك قام فريق ناس لوجيا بزيارة أحد المزارع في المنطقة، وكان في استقبالنا الأستاذ ثامر عبد الكريم في مزرعته الخاصة. حياك الله أستاذ ثامر، معانا في برنامج ناس لوجيا. أبقاك الله، الله يحييكم جميعا. حياكم الله، بالعكس أنتم اللي شرفتونا وسعدتونا. الله يسلمك وشكرا على استضافتنا بهالمزرعة الرائعة هذه. الله يحييكم، محلكم الشرف لنا طبعا. الله يحييكم والله. كلمنا شوي عن أهمية العلا. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أن نرحب فيكم وفي العلا. العلا كما أقول للجميع دائما، أنا أقول هي بلد العشاق. عشاق لا سيما أنه جميل بثينة في العلا وكثير عزة في العلا وقيس مر من العلا، قيس مجنون ليلى. فالعلا اكتسبت أهمية كبيرة بحكم مكانها أو المكان اللي تمر منه القوافل. فكانت العلا تأتي قوافل من الهند وتمر في العلا، طرق التجارة طبعا، تجارة البخور، تجارة الحرير، تجارة اللبان، كلها كانت تمر من العلا. وفي العلا تتفرع إلى فرعين، تتجه فرع يتجه إلى بلاد الرافدين، والفرع الثاني يتجه إلى الشمال إلى بلاد الشام. فمن هنا اكتسبت العلا الأهمية، بالإضافة إلى وجود المياه، كثرة المياه، خصوبة التربة، الجو، كل هذه عوامل ساعدت في اكتساب العلا لهذا الأهمية. عن العلا في الغالب تسمى وادي القرى في الكتب وفي المراجع القديمة، وادي القرى، كذلك دادان بحكم أن الدادانيين سكنوا فيها وكانت مملكة دادان وعاصمتها العلا، كذلك الأحيان، شعب النعام، العلا مؤخرا هذا الاسم الأخير واستقرت عليه. طيب أستاذ ثامر، أنت تحب أنك تكون مزارع ولا أجبرت على الشيء هذا؟ لا والله أعشق الزراعة. الزراعة ممتعة، هو شيء طبعا حنا ورثناها أبنا. أهالي العلا بطبيعتهم أهل كرم، أهل مضيافين طبعاً على مر التاريخ، فكانوا يستقبلوا الحجاج في السابق، فدائماً أهالي العلا يستقبلوا السائح الزائر. ما مرار الطريق من العلا لابد يكون له حفاوة استقبال، لابد يكون كرم ضيافة. هذا الشيء يضع طابع جيد في نفس الزائر أو السائح أو أي شخص يزور العلا. فطبعا بطبيعة الحال راح يتعلق أكثر بالعلا، إذا زارها مرة راح يزورها مرتين أو ثلاثة. هذا الشيء جعل أهالي العلا يتميزوا في استقطاب السياح. وفي العلا تاريخ يضرب في القدم، حيث سكنتها العديد من الحضارات مثل دادان وحيان اللي أقاموا في العلا بالألف الأول قبل الميلاد، ثم جاءت حضارة الأنباط ومنها إلى الحضارة الإسلامية. واستقر الأنباط في تلك الفترة في منطقة الحجر اللي سجلت مؤخرا في منظمة اليونسكو، وأصبحت معلما يستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، حقيقة وليست الأخيرة. إن الثقافات والحضارات جزء لا يتجزأ من التاريخ اللي لا يمكن أن نستبدله أو ننساه، لأن لكل شعب ثقافة وهوية خاصة به تختلف عن غيره من الشعوب. ربما بعض التفاصيل اللي عرضناها في حلقتنا تبدو لكم جديدة، لكن تأكدوا بأنها حقيقة موجودة دلتنا عليها آثار وعبارات وقصص. في ناس لوجيا سوف نبحث سويا عن المعرفة في ثقافة الإنسان وأسرار المكان، لنبني طريقا معبدة لفهم الإنسان والمكان.